عسلامة ومرحبا بكم بحذنا في الكوجينة، البرنامج اللي يسهل عليكم الدبارة. معايا اليوم الشيف أيمن بوغاني اللي هو باش يعطينا كالعادة اون انتري اي ان بلا مقرونة اليوم. هكا الشيف أيمن. أهلا مليك. اليوم كالعادة باش نعمل اون انتري وباش نعمل مقرونة، باش نعمل سلاد كروديتي، باش نعمل معها كي فينيغريت بالسمسم وبرتقال وبرقدان وبسباس سفنارية بصل وعصرة قارس وفينيغريت بالطبيعة باش تكون هي باش تفوح السلاطة. باش نستعمل ويلد سيزام والزيت نجمة ديو وفوالا. وبالنسبة للمقرونة باش نستعمل وردة بيو ومش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نحضروا صوص طومات ومعها كجبن باش نشخشخوها بجبن شويه بارميزون شويه سبيسيال بات نتاع بدينا خفيفه اليوم اكيد هكا تري بيان. معايا كالعاده الشيف ايمن. شيف ايمن مرحبا بك. مرحبا مليك. قول لي اش باش نعملوا واحد؟ باش نعملوا بريوش غارني بالكريم سبيكيلوز نتاع فانوس. تري بيان. بريوش ديجا نخدموا نعجنوا البريوش نتاعنا نديفيزيوه نخليوه يخمى طيبوه ومن بعد ما نعملوه غارني. اي بالنسبه للباتا بريوش نتاعنا نستحقوا 250 غرام فارينة وردة باتيسير. اي عليها قداش؟ 5 غرام ملح. اي 30 غرام سكر. فما سكر المرة هذه أكثر من العادة. بالطبيعة بريوش هو على الكيلو يجي 120 غرام. اوكي. دونك نحن ديفيزي بار 4 250 غرام فارينة عليها 30 غرام سكر. دونك 30 غرام سكر. 5 غرام ملح. 5 اليوم غرام على الكيلو 20 غرام. 25 غرام خميرة خبز هذيك البيولوجي. اي هوب دونك تقسموا على ثلاثة كان عندكم الخميرة نتاع الكسكسي. الكسكسي فوالا 125 غرام عظم و15 غرام حليب ديليس. باهي مالا 125 غرام عظم اتو نوزنهم لك شاف ونخليك انت تجيب الحليب الديليس باش نكملوا الخلطة السحرية نتاع البغياش وتنجموا تعملوها راو باليد. قداش قلت لي شاف عظم؟ 125 غرام. ما يسالش فيه شويه فرينه؟ ما يسالش ما يسالش. مو نسالك شاف نحب باش نغلط. بسم الله. الو عندي 112 شنو نعمل انا تو؟ ما يسالش تو نعوضوا شويه حليب نزيدوه. نزيدوه بشويه حليب. شويه حليب من هنا. نحطوا 15 تو نحطوا 25. 25 حليب عظمتين معناتها هي العظمه ديما 55 60 غرام. ايه فوالا الخباي والجلدينة خاطر كي دي بغياج دي جلدينة. دونك الجلدينة تتحط في الفيتيس الثاني دوزيام فيتيس. دونك بالنسبه للجلدينة لهنا عندنا 125 غرام جلدينة. اوكي دونك نحط بروميير فيتيس وانت توزن بروميير فيتيس ونوزن الجلدينة. الجلدينة نتاعك شايف شيف ما استنيتنيش ها؟ جوست نحضر في ليزانغرديون ومستنيك بالطبيعة. شعملت لك شيف هاك؟ ما بعدها نستني كاني واحدة واحدة. أنا بدي ديما نخطف هكايا ديسير من عند أمين. اليوم بريوشة عندي. يلز. تعمل كيف؟ أعطيني غرفة. توت سويت شيف. غرفة أخرى. دونك تبدأ عندكم ماكينة في الدار ديما كي تعملوا لي بريوش والحاجات هذوما اللي نزيدوهم جولدينا الكل ماتيير غراس. الفيتيس الاولى تخدموها جوست باش تتلم الفات وتولي متماسكه ومن بعد نعديو للفيتيس الثانيه ووقتها نبداو نحطو في الماتيغ غاس نتاعنا في الجولدينه نتاعنا. جوست هذا يتسمى فريساج. اي معناها باش ندخلوا لي زانغريديون الكل في بعضهم ومن بعد يولي بيتريساج. تو كي نحطوا الجولدينه باش تطغى البات على الاخر وتو لهنا مش تاخذ برشا وقت باش تدور لين تلم روحها. داكور. وتو نعديو دوزيام. نعديو دوزيام تقول في الكهرباء.
تبياض البات دايوغ اللي منظرها منظر اخر. تو نقويو في الفيتاس ونخليوها تدور ونمشي انا بعدها. من المستحسن بالماكينه خير خاطر تحب الدور انا مليح. باهي اللي ما عندوش ماكينه يطول باله ويخدم بدنه مليح. انا الحقيقه واحده واحده. شايف احكي لي. توا قصيت البصل كما نشوفوا قصيته جيد. جيد 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 خاطر مش شيتي. فوالا. باش ياخذوا الكابت البرتقال. تبعوا معاه مليح كيف باش يقصها شايف. باش نخرج لي سيجمون. كابت البرتقال توا باش ناخذوا قصيتها معناها من دو بارتي. من بعد بس كنا باش نبقى نتبع في الفورما. تاع لي سيجمون. سكينة لازمها تكون ماضية. داكور. سينو السكينة منشار افيكاس فوالا فوالا توا باش نخرج السيجمون هذوما بنفس الطريقة هكايا تبعهم شوي بشوي السيجمون نضاف أما منها مش نخسروا حتى شيء خاطر باش نستعملوا البرتقال بكل. فوالا هكا. هذوما باش نمشوا في السلاطة ومن بعديك الماء نتاعها باش نعصروها مع الفينيغريت. فوالا. هذوما. هذوما باش نحطوهم هنا. هذيا باش نخلوهم بعد الفينيغريت. توا باش ناخذ سفنايا. ناخذ ليكونوم. نسحق السكينة. جيت باش نقصها هذه في الصغار كانك باش تقشرها حاول تخدمها على لي بارتي كل باش ما توصلش لك القلب تاع السفناريا ياخو كان البارتي الحمراء بون هو قا وقتها تاع السفناريا معناها تنجم تتكل هي مي جوست حاجتنا بالبارتي الكروكونت نخلوك البارتي القلب نتاعها هذاك لهنا بنفس الطريقه تقوس كيف كيف فمش ما اسهل منها كان صار يسرى عجبتني الغسيت نتاع شوي تالية تالية كانك باش تعمل تالية تالية نتاع ليغوم تاع خضرة تاع خضرة بون اللي عنده موندولين نجم يستعمل موندولين اما قشرة تاع البطاطا فوالا قشرة تاع البطاطا الفيلا فير معناها مش بالضرورة معناها اللي ما عندوش موندولين وهكا انت كل مرة معناها تنجم تستعمل طريقة تري بها معناها اللي تنجم تحصل على نفس الريزلتا من إذا كان ما عندكش الموية. باه؟ باه. باش ناخذ هذا يا صاحبك أنت ومش صاحبي أنا. باش ناخذ البجل. باش نقصه جويد على الأخر. حطيت شطر كعبة لهنا. يس. يس يكفي فوالا توا أب هاني هذايا الماء نتاع الأورانج توا باش ناخذ طوماط سيريس باش نقص الكعبة على اثنين دونك فينالمون اليوم نتعلموا سورتو معناها طريقة جديدة باش نقصوا بها الخضرة باش نقدموا بها السلاطة طريقة يمكن تعجب أكثر عباد على خاطرها ديجا أوريجينال أون بليس كي تبدا جويدة هكاكا أنا أون توكا تعجبني ياسر الطريقة شوف البلوز امبورتون ساعات احنا نستعملوا معناها برشا الخضرة في ماكلتنا مي الحاجة كي تبدا كرو كيما هكا ديما أبن وفرشكة ومنافعها ديما حاضرة يزيد توماسيريز ولا نزيد شويه توماسيريز على حسب بون توا باش ناخذ الكسبر باش نخرج الاوراق نتاعو جوست لي فوي معناها نتاع الكسبر كامل هو والنعناع عندي حاجه واحده اللي هي اللي هي النعناع باش 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 نقص منه شويه هي تاع عليك انا تنعمل شويه معدنوس معدنوس حاجه فريمون سهله وبنينه برشا سورتو مع الفينيغريت من بعد بالويل سيزام بالليزاغروم بالقوارص اي بالويل سيزام وال قارص وبرتقال قارص وبرتقال نقاط نعناع
نخوينا ريحه خريط ريحه هذوما نحطهم فوالا هنا اللي ريحه هذوما عملهم سيزلي فوالا باش نقصهم سيزلي ديما النعناع يعطيني هيك القوفري ديما يخليني نحس اني سلاطه فريشكه اكثر طبعا نبقى لي كان البسباس هذا كيف كيف نفس الطريقه اللي قصيت بها البصل باش نقص بها البسباس معنا جيد بالكل جيد على الاخر دونك فينالمون عندنا البصل جيد جيد بالكدا لي سيغمون نتاع البرتقال عندنا السفناريا قصيناها بالقشره نتاع البطاطا كيف كيف للفقوس قصيناه بالقشره نتاع البطاطا كملنا البسباس جيد بالكدا الكسبر المعنوس والنعناع نبقى حاجه واحده نبقى حاجه واحده باش ناكلو الثوم زستوس باش نرابي نجم نحطو في الفينيغريت كيما نجم نحطو لهنا حبيت نحطو في السلاطه ديريكت خير باهي توا باش نمشيو للفينيغريت ناخذ بول ناخذ مغرفه بربي الملاك ثلاثه زوز مغارف ويل سيزام زوز مغارف ماكله معناها ويل سيزام الزيت نتاع الجلجلي زيت نجمه بيو اللي هو يمشي تفريح ويمشي تاتيه نحط شوية جلجلان شركة بقارس باش نعصر ما نبيعها ورد بالي لهنا خاطر القرص ساعات تلقى حامض برشا فترد بالك معناها من الاسيديتي نتاعو هذايا تنجم كيف كيف تنجم تعصرها ما نجمش حتى باليد تنجم تعصرها حطينا برشا بنا برشا بنا فيها بالطبيعة رشة ملح رشة فلفل أكحل نزيد شوية ملح هذه الفينيغريت اللي حضرت ديجا حضرت معناها الريحة بنينة تبنن طيب ببقى كم شيء واو سوبر ظاهرة بنينة وخفيفة والريحة نتاع الجلجلان نتاع الميل دو سيزان عطات ريحة بنة فيها نخليك شايف نخلط فوالا باش نخلط السلايد نتاعك يعني نجم شوف انا تو معناها استعملتها كيف نجم انت تستعمل معناها اذا كنت تحب فروماج كيف نجم تستعمل تنجم تحط معها شويه ريغوتا ما هي ديجا هكا ديجا هكا امبيكار امبيكار دونك توا شايف قتلنا كان المقرونه اللي هذه تاكد وتعاود تقول لي يا ملاك في اخر دقيقه نعمل المقرونه باش تبدا سخونه المكونات نتاعها سون تخي سامبل باش نستعملوا المقرونه بيو نتاع ورده اللي هي بنينه وصحيه وباش نستعملوا باش نعملوا صوص طوماط غبيت سهله وبنينه متكونه بالطبيعه بالطماطم نتاع سيكام الفرشكه مفوحه بالثوم عندنا الفلفل الاحمر هذايا عندنا الحبق الفرشك الفلفل الاحمر هذاك في عود فلفل برعبيد خاطر ديما انا معناها في المقرونه تخاف من الملح من الفلفل الموجود معناها تنجم تستعمله في عود فلفل برعبيد مع المقرونه البيو اكيد باش تعمل مشقه بنا اخرى شويه اوريجانو في الاخر بالكل شويه زعتر شويه زعتر شيف وين وصلنا احنا؟ سيد فات سيي سي بون فات لهنا لمت روحها تحسها الاستيك يست اون باراليل وقت اللي البات تدور جيت باش نهبط البات وبعد تو نحكيو على الكراكلان اللي عملته من الفوق البات نتاعي نشوفها كيفاش الاستيك امبيكابل خليه تعمل جيست شوية بونتاج فيه
بعد باش نوزنها 70 غرام. بالنسبه للكراكلان هذايا كما تعودنا البسكوي الدوبل نتاع الجولدينا، اي معناتها خذينا 100 غرام بسكوي علي 50 غرام جولدينا. البسكوي تو سامبلومون رحيناه وحتاخذينا عليه بودر على الاخر بودر، اي وخذينا عليه 50 غرام جولدينا ذايبه، خلطناهم الزوز مع بعضهم. والشيف توا باش يستعملوا كوم ان كراكلان، تشوفوا بالضبط شنو معناتها. مي توا جوست تلقوا على صحن انتم تنجموا تعملوه فوقو امتي بابيي كويسون وباش يحطوا يبرد هكا، اي باش بعد كي ننزل عليه بالامبورت بيس يمشي معايا، اي يجي يعطيك الفورمه اللي تحب عليها انت، باش يكون كل الشابو فوق كعبه البريوش باش يعطي تقميشه. امين. والكراكلان هذا ينجم يمشي مع البريباراسيون الاخرين زاد، خاطر بصراحه حتى مشكله في الكراكلان ما فهمت، نحسوا رسالة صعيبة. سوى ستيل هذا ولا تعمل الكرامبل ستيل، قد اللوز قد السكر قد الزبدة قد الفارينة معناها، فهمتني؟ فوالا امبيكابل. دونك لو طون اللي يمشي للفريجيدير الكراكلان نتاعنا، اونتخو طون البات قاعدة ترتاح. جوست باش نقصوها قداش من غرام شيف؟ 70 غرام بالنسبة لي. 70 غرام. ومن بعد نتلقاو بعد فاصل صغير باش نشوفوا زادا المقرونة نتاع الشيف أيمن. مازلتوا معنا في الكوجينة كيف ما تنجموا تشوفوا، لي بتيت برياش نتاع الشيف أمين طلعوا مليح، وجوست باش نحطوا عليهم هكا الكراكلان هذاك. هوب ديريكسيون الفور. قداش سخن؟ 170 20 دقيقة. 170 20 دقيقة. أونتخو طون شيف شو عملنا؟ توا السلطة بكري شفنا البريباراسيون نتاعها بالفينيغريت كل شيء خليناها فوحناها وخليناها. توا حطيت الماء يسخن باش نزيدوا شيشة ملح. اي سخن الماء نتاعها. سخن فوالا. اي زدنا شوية ملح. توا حطيت البوالة تسخن باش نحط زيت نجمة ديو. باش ناخذ قرايين فلفل حار. محرحر. اي باش البات تكون موزوزه. هذوما لي بات نتاعي المفضلين. اي ما تحب حاجه موزوزه انت؟ اي نحبهم موزوزين ونحبهم بالطماطم الفرشكه نتاع السكام هذيك، ونحبهم فيهم معناها ما فيهمش برشا مكونات. تصعبهاش عليا. في سامبل في بو. حطيت الفلفل باش يعمل لك الانفيزيون. معناها الثوم. الثوم كايبه اكرازي. وكيف باش نعملها؟ تغرمت انت بالرابي شايف هذايا، اول مرة راها عندك، جديدة هذايا. فوالا باش يعمل يسيبك الاروم نتاعو في الزيت، باش يولي الزيت باش يولي بارفيمي. ايه ولا الخباي. وريقة الحبق. وريقة الحبق، هاي. هاي شايف شايف هذايا راهو. فوالا. سخن هذا. ساهل برشا، توا باش ناخذ طماط سيكام. نمدش اللي بثوم باش نحط اربع مغارف مقرونه وسي اي لهبت المقرونه نتاعك شايف تو هاكا باش نزيد شويه ماء. اي شويه ماء برك لو طون مانيش نمرقها الكل لو طون اللي حطيت البات معناها باش بعديك نمرق بالماء اللي طابت فيه البات وهكاكا نزيد نبنن الصوص اللي عندي ونعاود نسكر فوالا توا رشه ملح ورشه فلفل اكحل وباش نخليها الصوص تيب في عقلها إذا كان نحب بانسي صغيرة ولا مغرفة صغيرة. أي أي نتاع أي نحب بابريكا. أنا نحب أنت تحب وأنا اليوم باش نطيب لك هكا زدت شوية بابريكا. دونك نعاود نذكر بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم، عملنا مع الشيف أيمن بوهانمي عملنا سلايطة، شفنا كيفاش بالقشارة نتاع البطاطا نجمو نعملو دي فورم أوريجينال في السلاطة. ونعطيو حاجة منظرها ياسر مزيان. استعملنا البرتقال، استعملناه في وسط السلطة واستعملناه زادا كيف كيف للفينيغريت معناتها الصوص نتاع السلطة. عملنا زادا كيف كيف قاعدين نعملو في صوص نتاع مقرونة ليه ليه غابيد فيها أبل مكونات المقرونة اللي هما الثوم الفلفل الطماطم الفريشكا الحبق
ومن بعد جوست باش نكملوا نعملوا كل مقرونه سوتي في وسطهم. انتروتان مع الشيف امين عملنا اليوم دي بريوش. دي بريوش باش نكملوا نعملوهم فخسي بالكريم اتارتيني سبيكولوس نتاع فانواز. جوست لو طون هذوكم لازمهم 10 دقائق باش يطيبوا، احنا نتلاقاو جوست لو طون اللي يطيب المقرونه ما كومش باش تراتيو حتى شيء. رجعتوا معنا، حبيت نرجع مع الشيف امين باش نوريكم محليهم لي بتيت بريوش كيفاش طلعوا مليح مبنهم، وعندنا الكريم او بيسكوي هذيا تاع فانواز بيسكوي سبيكولوس. هوب توا غورمانديز في الغورمانديز. هو عطيت سبيكولوس ما طعمه شويه كي القرفه ان فيت. البسكوي سبيكيلوز هو مخدوم بالقرفة، وهذه كريمة تختيني مخدومة بالبسكوي سبيكيلوز. جست خديت الدوي باش ننقب به. يتعدى باش يتعدى، نغرس الدوي على قد الدوي ونبريسي وبعد. تري بيان، واو سوبر. حاجة روعة شيف. هذه كعبة لينة باش تقعد. صحة وشفاء. ميرسي شيف، نخليك كمل جوست الدريساج نتاعك. اونتر تو نجي بحذاك شيف ايمن. الصوص حضرت؟ اي مقرونة طابت. المقرونة طابت، بقيت كل شوية نزيدها من الماء الكويسون نتاع نتاع المقرونة. تو ما بقى كان باش نخرج البات. اي باش نخرج البات. اوب ديريكت. ديريكت في الصوص. الايطاليان. الايطاليان. وهذايا راهو سر المقرونة البنينة هي الفازة هذي. وي زعما نقصوا لها شويه من الطيب، تكمل الطيب في عقلها في وسط الصوص في وسط المقله. وبليتو هي بون باش تخليها انت الدنتي شويه، معناها ناقصه شويه طيب باش تكمل تشرب باش تكمل تشرب الصوص. وان بليس معناها ماذا بيك ديماري الصوص قبل ما تبدا تحضر، معناها قبل ما تطيب المقرونه باش هكاك فوالا بنفس الوقت من الكويسون هكا ال 10 دقائق اللي باش تنفيها المقرونه معناها ما تحطها انت كان ديجا تبدا حضرت. يلا شيف اوكي نبقى كم نزيدها رشه ملح شويه فلفل اكحل. دونك زدتها كلكو طومات سوريز راهو اي انا اي في الصوص زدت كعبات طومات سوريز. قبل هذايا شويه جبن شويه جبن ونخرج لك، قلت لي زاد نحبك الجبن سبيسيال فات، نعرف كنت مغروم كي تخلط نفس الكونتيتي. شطر الكونتيتي نتاع انا خديت 30 غرام من بارميزون باش نحط شطر كونتيتي، معناها حكيت 15 غرام قبل من معناها وقت الكويسون. الديلي سبيسيال فات ولويكوس اللي بالمشمش باش يتماشى مع المنيو نتاعنا نتاع اليوم. نذكركم بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم، عملنا سلطه بالزيت نتاع الجلجلان وكيف كيف بالبرتقال وبرشا خضره هكا بنينه ياسر. عملنا زاده كيف كيف مقرونه بيو نتاع ورده، عملنا معها اون صوص طومات فريش بالحبق وزدنا الثوم والفلفل الحاجات لبنان نتاعنا الكل. ومع الشيف امين اجا الشيف انت وكل ثلاثه نتاعك هذوكم، فريمون حاجه روعه. لي بريوش في الدار عملناهم بالسبيكولوس، زدنا في اخر دقيقه الجبونات دونك سبيسيال بات نتاع ديليس والبارميزون اويكوس الياغورت اويكوس اللي بالمشماش. شوف شم ريحه لبنينه. اي اي